ولكن الأهم اللي هم هنقدر نقول عليهم جاهزين إن هم يخرجوا، واللي ليهم أهمية، واللي ده اللي اتفقنا عليه مع كل الجهات بما فيهم اتحاد الغرف واتحاد الصناعات عشان الأربع شهور القادمين طبعا بما فيهم شهر رمضان، هم في حدود الأربع مليار دولار وأربعة ونص. ده بخلاف ان الباقي برضو حط له الخطة ان هو يخرج، لان احنا مش عايزين نوقف المصانع بتاعتنا ولا نقلل او نبطئ عملية طبعا الانتاج في خلال الفترة القادمة. فعشان كده يمكن يا فندم يعني كان في امبارح اجتماع مهم جدا مع كل الجهات بننسق هذا الموضوع، واسبوعيا يا فندم هنعلن احنا بنخرج قد ايه من كل البنوك والقطاع المصرفي وباسم يعني المنتجات اللي بتطلع، لان هو ده الاهم واللي حضرتك وجهت بيه. عايزين نعمل يعني نغير يعني نتغلب على هذا التحدي اللي كان موجود، اللي الدولة المصرية كانت مواجهاه في هذه الفترة بسبب ظروف الحرب، وان احنا نرجع تاني عجلة الاقتصاد زي ما كانت عليه. وده اللي ان شاء الله يا فندم بقينا شغالين دلوقتي خطة اسبوع باسبوع، وهنعلن للرأي العام بيخرج قد ايه من كل المنتجات علشان ندي رسالة طمأنانة ان شاء الله في السويس. طب ارجو ان احنا يعني واحنا بنعلن ده، ما اعرفش هل ده مناسب ولا مش مناسب، يعني نبقى في اطلاق اول قافلة يتم الافراج عنها، نبقى موجودين هناك النسخ يا فندم ونقول بيانات اكتر للناس ان شاء الله يا فندم. انا بس عايز اطمنهم ان احنا لما قلنا ده ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا ننفذ الالتزام ده. احنا بنتكلم على مليارات كتير من الدولارات. بالظبط يا فندم. بنتكلم على ايه؟ مليارات كتير يا فندم. فالناس مسكت في الدولار شويه، لكن لا بأس، احنا برضو بعد الدولار مش كده؟ ان شاء الله يا فندم.